يعطيكم ألف عافية شباب وصبايا. بهذا التوتوريال راح أشرح كيف فينا نعمل سليفر أب بار. إذا بعدكم جداد بالقناة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. هلا لحتى نبدأ، عملت في بروجكت جديد، راح أمحي هيدا الكود وأمحي هاي من هون ونعمل نيو فايل. هون راح سميها هوم سكرين دوت دارت، ونعرف stateful widget ونسميها home screen. أكيد بدنا نعمل import لل material.dart package، وبالمين نستعمل هيدا الكلاس. بدنا نعمله import أكيد. وهلأ فينا نعمل restart للأب، هيجينا شاشة سوداء أكيد لأنه معنا scaffold هون. فينا نغير هيدا ل scaffold، وهون بدنا نعطي body واللي هو custom scroll view. هيدي لحتى تساعدنا لحتى نستعمل السليفر اب بار. مثل ما انكم شايفين هون بتاخد كتير اشياء، نحنا بدنا نستعمل هون السليفر لهن بتاخد multiple children. هون بقلبه بدنا نعرف السليفر اب بار، وما نعرف اشياء تاني راح نشوفها بعدين بهيدا التوتوريال. خلونا نعمل سيف، وهيدي هي بينت. اذا بشيلها اكيد ما حيبين شي هون. اول شي لحتى نغير الهايت تبعها، فينا نختار الاكسباندد هايت ونحطه ل 200 هون يبين. وخلونا نعطيها تايتل اللي هو التكست، راح اعطيها hello world. فينا نختار arguments مثل center title نحطه true، بيصير بالcenter. اذا بدكم text يكون تحت في شيء اسمه flexible space، ونعطيها flexible space bar. وهون بنعطيها اللي منا اياهم. راح اعمل كوت لهول، اعمله paste هون واعمله save. هيا هون تمام. هلا اذا ما نعرف للتشيلدرن تحت، ما نعرف شيء اسمه sliver fill remaining. هون فينا نعطيها child، نعطيها text، نحط hello world كمان، نحطه save. وهيدا التكست بين هون، بس نحركها هيك حتصير. إذا بدكم تخلوها تضل مبينة فينا نعطيها argument اسمه pend ونحطه true، ولا بس نحركها رح تضل مبينة. أكيد فيكم تعطوها background image، فيكم تعطوها أشياء تانية، وأنا بنصحكم أكيد تجربوهم كلهم. تمام. هلا إذا بدكم تحطوا list، خلونا نعمل comment لهاي ونستعمل list محلها مثلا. فلهيدي الشغلة مستعمل sliver list، ومنا نعطيها شيء اسمه delegate. كمان delegate منا نعطيها شيء اسمه sliver child builder delegate. هون منا نعطيها context، ومنا نعطيها index، منا نعمل return هون. هون عنا بال return فينا نعمل return لأي شيء بدكم اياه، كولوم، ويدجت، أي شغلة بتكون ياها. خلونا نعملها سيف، وهي بينت كلها هون. بس مثل ما انكم شايفين في unlimited number من الكونتنتس هون. فلحتى نغير العدد تبعهم في شيء اسمه child count، بنحطه مثلا 5، نعمل سيف، وهي هون. تمام. إذا بغيره ل 15 مثلا هيتغير العدد هون. كمان إذا بدكم greedy view فينا نستعمل شيء قريب لهيدي. كمان هيك راح أعمل لك comment ونستعمل شيء اسمه sliver grid. هلا وأنا نعطيها delegate، وأنا نعطيها grid delegate. خلونا نبلش بالجريد ديليكيت، نعطيها سليفر جريد
رح اختار هيدي، اسمها طويل، بدنا نعطيها argument. هلا بنرجع لها، خلونا نعطيها اول شي ال delicate. فكرمال هيك بدنا نستعمل sliver child builder delicate، نفس الشي نعطيها هون ال context، نعطيها index، وهون بدنا نعمل return. رح نعمل return لتكست، نحطها هيك. تمام، هلا رح نخلص من هيدا الايرور هون. اكيد بدنا نعطيها الارجيومنت لإلها مثل الكروس اكسس كاونت، رح اعطيها 2. خلونا نغير التكست وبنعمل سيف. فهيا اكيد بتظبطوا الكروس اكسس كاونت والاشياء اللي بدكم اياها فيها مثل ما بدكم، السبيسينج، الكاونت، اي شيء بدكم اياه. إذا بغيرها لثلاثة ممكن تعمل overflow error، ما عملت، وأكيد بتظبطوهم مثل ما بدكم. فهيا مثل ما شايفين، إذا بنحط row مثلا أو column، هستعمل column وأعطي فوق icon، نعطيها icons دوت هيك مثلا. تمام، فهيدا كان لهيدا التوتوريال، واكيد ما تنسوا تشتركوا بالقناة، رح يشتغل كتير اشياء بعدين بالعربي واشرحها بالتفصيل. وهيدا السورس كود اكيد رح يكون بالجيت هاب، واللينك رح يكون بالديسكريبشن.